عندما يكون العدو على الأبواب لا تقدير للمخاطر في ظل المعركة. تظهر هذه الصور هنا في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة أفرادا من المقاومة الشعبية يخوضون مواجهة تحت المطر، فالحرب بالنسبة لهم ليست مجرد اختبار، بل بات القتال والتضحية في سبيل قضيتهم جزءا مركزيا من صمودهم الذاتي. لا يختار المقاتل ظروف المواجهة أو زمنها أو مكانها، حتى وإن كانت المواجهة وجها لوجه. معركة خاطفة بحسب معلومات سقط خلالها نحو 8 من أفراد المقاومة وعشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، حيث تفاصيل المعركة تخص أبناء عسيلان بالذات والرغبة لفكرة الخلاص من الميليشيا. لن يتركوا مدارسهم، وهذا الخزان وهذه المحطة والمحكمة بالخلف. فهذه المعركة في هذه الجبهة ليست سوى نموذج مصغر لما تبدو عليه المقاومة منذ عام ونصف تقريبا في أكثر من محافظة، وهو زمن ما بين صعود الميليشيا وانحسارها لتبقى حبيسة ماض لن يعود مهما اقترفت.